السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن بغرير منكه بنكهة البرتقال، كيجي رائع عن جد مميز. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال رضاكم، وإذا حبيتوا تعرفوا أشنو عملت في الوصفة تابعوني. لتحضير هذا البغرير غادي نحتاجو جوج الكؤوس سميد رقيقة، جوج الكؤوس ديال السميد الرقيقة بقياس كأس العنبة، كأس دقيق أبيض، معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال الخميرة من قيمة 8 غرام. غادي نعمل واحد معلقة صغيرة غير مملوءة بالقشور ديال القشرة ديال الليمون ديال البرتقال، القياس ديال الملح تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نخلطو بمشروب غازي بنكهة البرتقال أو نكهة الفواكه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لتحضير هاد البغرير. غادي نشوفو دابا طريقة التحضير ديالو. أول شيء كنخلطو النواشف هما الأولين، غادي نعمل القياس ديال الملح، غادي نعمل هاد خميرة حبيبات في الجنب، وغادي ناخذ هاد القشور ديال الليمون. كيف ممكن تعملوا اي نسمة كتفضلوا، سواء فاني او قشور الحامض، اي نكهة نتوما كتفضلوا باش تنسموا. صافي، وغادي نفرغ عليه هاد المشروب الغازي. هنا عندي نصف لتر غادا نبدا نضيف في المشروب الغازي. اللي ما بغاش يعمل مشروب غازي ممكن يعوضه بعسل البرتقال. غادي نخدمو بالبلونجور. من بعد ما خدمتو غادي نضيف ليه هاد الخميرة ديال الحلوة. وي ماما، مجرد ما كنخدموها يعني ما كنخليوهاش تخمر، اذا حسيتوا بها ثقيله ضيفوا لها واحد القليل من الماء، خاصها تكون بهكا يعني ما يكونش ثقيل باش ما يجيناش بغرير غليظ. في مقلاه ديال البغرير غادي نوضع، والنار بطبيعه الحال كتكون متوسطه. مجرد ما كطيب كنزولوها، كنعملوا المقله في الماء وكنعاودوا واحده اخرى. كنوضعوا المقلات في الماء باش كنخفضوا الحراره. البغرير ديالي من بعد ما طيبته هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيفاش تيجي؟ كيجي عن جد شكل جديد مميز. يعني انا صراحه دائما كنت كنعملو بوالماس، يعني بالماء الغازي والماس كيجي بيه خفيف وهذا، وملي جربته بهاد بالمناضه هو عجبني، يعني حتى هو تيجي به رائع وممتاز. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، واذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.